يعني صاحية بدري وعلى سنجة 10 وحاطة لي روج، مش ده يفطر برضه في رمضان؟ ربنا هيسامحني إن شاء الله، حاكم أكل العيش مر. وبعدين النهاردة بقى ابتديت أخيرا رحلة البحث عن وظيفة. لا والنبي، رحلة البحث عن الوظيفة ولا رحلة البحث عن الفضيحة؟ ادعي لها يا غالية، ربنا يجبر بخاطرها النهاردة يا رب. بقول لك يا غالية، صراحة الصراحة يعني عمري في حياتي ما شفت واحدة غاوية تنكد على نفسها كل يوم قدك. تصبحي وتتمسي بوشه ليه؟ كان إيه اللي جابك؟ يا سلام، ما أنت اللي قايلة نكدي عليها، إديني بنكد عليه. أيوه نكدتي عليه مرة وعشرة، كفاية بقى، لا يفتكر إنك بتتمحكي فيه ولا حاجة. يا سلام، شايفاني بسبل له؟ خليني قدامه كده زي العمل الراضي، كل ما يشوف وشي يفتكر عملته السودة. استنيني. ربنا يكتر من ذنوبك. ربنا بيقول بيسامح. بيسامح الناس اللي بتتوب يا اخويا. رمضان كريم يا ست غالية. بص قدامك يلا. بص قدام. السلام عليكم. ازيك يا ابو حميد؟ عدي يا عم بقى الضحوم. تسلمي يا صعب. تسلم يا ست احسان. مع السلامه. وانت بقى قلبك يطوعك ازاي تسيبيها تركب مع الوطي ده لوحدها؟ نوره، خافي على نفسك انت يا اخي. دي بنتي وانا اقرا بيها. تلف صابر ده ومية زيه على صباعها الصغير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حماية العزيز. اهلا. اكبر معلمين القناطر كلها. اهلا وسهلا. ازاي الصح؟ اهلا وسهلا. نوره اللي كلمتك عليها. اهلا اهلا نوره. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. لازم انا اعد زي دي يا حاج عشان اتابع الواد خالد على الميكروباص الثاني، عامله لها كام دي؟ بقول لك ايه؟ حل كيسك واشتري عده لنفسك. اتفضلي يا نوره، اقعدي اتفضلي. بحق الشهر الكريم يا حاج جايب لك ملكه جمال القناطر او ربنا. ويكون في معلومك يا حاج، البت دي وشها وش السعد على العزبه كلها، وبكره المحل ده هتلاقيه بيشغل الزبائن زي النمل كده. وهتقول جوز بنتي قال لي. ومال نجربها في الشغل ونشوف. انت هتكسفني ولا ايه يا حمايه؟ نجرب ايه بس؟ احنا لسه هنجرب. مش هنقول ثلاث اشهر زي ما بيعملوا، ولا حتى شهر، هما اسبوعين. لو ظبطت نعينها على بركه الله. ده عشان برضه يا حاج. مبروك يا بنت نوره، عايزك ترفع راسي كده، عارفه لو حد اشتكى منك. طيب استاذن انا بقى يا حاج. بص انا عدي على السوق كده اجيب شويه فاكهه للبيت، يعني انت مش غريب، مش عايز حاجه بلد. شوف سكتك. لو ربنا ورب اللي خلاني ابص. شوف طريقك يا ابني. هجيب لك قفص كده برتقال بلدي عشان الحاجه تعمله لك عصير عشان البلد. شوف طريقك. والله السلام عليكم يا حاج. مع السلامه. مع السلامه. طول عمري كنت بتكسف قوي. ايوه منى، بس مش السكر ده بيبقى غلط على الستات وهي حامل؟ لا، مين قال كده؟ في ستات كتير حامل وبيخلفوا وعندهم السكر عادي يعني. ايوه بس برضو كان لازم تقولي لي. اقول اللي حصل بقى. طب ما تقلقيش، ان شاء الله خير، مش هيحصل حاجه وهنفرح بالواد. يا رب. كل بقى. استنى، انت بتحب البطاطس؟
ظبطت الشغلانه يا نوار. من يد من اعدمها. الله، رز بلبن من ايديكي من اللي بحبه. ده بالموارد كمان. تسلم ايدين اللي عملته. بالهنا والشفا. بالك لو اختي دي ولا كانت افتقرت. الله، طب اصبري عليا كده شويه لما اكبر واشتغل وشوف انا هعمل فيك ايه يا نواره. ده انا هنغنغك. واكسه تطلعي زي اخوكي واخوها اللي هاجروا وطفشوا وقال هيرجعوا عشان ينغنغونا، ومن ساعه ما سافروا قالوا عدوا لي ولا عرفناش عنهم حاجه. ربنا يخليكي ليا يا غاليه، والله ما ليا غيرك. وانا يديك الساعه لما حبيبتي تستلم اول شغلانه ليها. طب والله العظيم بنتك ملزقه. اصل انا فاكره نفسي اول لما ابتديت ادور على شغل حفيت عقبال ما الاقيه. لكن انت بسم الله ما شاء الله، الله اكبر يعني من اول مره. هو الحاج راضي يعني هيلاقي احسن من نواره عشان يسلمها شغله؟ الحاج راضي حمل واطي؟ ايوه يا غاليه يا بنتي، هو يعني ما فيش في القناطر غير الحاج راضي واحد بس عنده اجانس؟ انت ازاي تعملي كده؟ انت ازاي تعملي كده ها؟ ما لقيتيش غير ده تشتغلي عنده؟ يا تريكي نازله من الصبح على سنجة 10، اتاريكي مطبخاها مع الوطي من بدري. الله، ما تحاسبي على منافسك يا غالي. ايه مطبخاها معادي؟ قوم بكيت عليا في الطلعه والنازله. اصلا مش حاسه ان احنا اصحاب، اصلا مش حاسه ان احنا زفت. انت بقى حاسه بايه دلوقتي ها؟ حاسه بايه؟ حاسه بايه وانت رايحه تشتغلي مع اللي سرقوا الراجل؟ طبعا اصحاب واخوات واكتر من الاخوات كمان، غصب عن عين صابر واللي يشدد له. يا بنتي يا هبل، دي هتبقى عينك عليهم هناك، ومش بعيد لما الراجل يطمن لها تقنعه ان هو يرجع لك كل اللي راح منك. ولا انت مش عايزه فلوسك ترجع لك؟ هو اللي بيروح بيرجع. والله يا غاليه يا بنتي بقى، انت مستغنيه احنا مش مستغنيين. ولا عاجبك يعني قعدتها كده لا جوازه ولا شغلانه؟ مش كفايه اخوها اللي هج وسابنا في الغلب لوحدنا؟ حرام عليك يا غاليه، ما تبقيش انت والزمن علينا. يلا يلا يا بنات اقعدي حبيبتي، اقعدي كده، ده انتوا طول عمركم اخوات وحبايب وصحاب. الله، هتيجوا على الاخر يعني وتتخانقوا وتتعاركوا عشان واطي ابن واطي؟ خلاص يا بنت نوره ما تزعليش مني. خلاص يا بنت، انا ما اقدرش ازعل منك يا غالي، انا زعلانه من نفسي عشان زعلتك، بس والله ما كان قصدي. ايوه كده الصلح خير. انا لو كنت بمزاجي ما كنتش عتبت نواحي المرض ده خالص. انت ما تعرفيش اليوم ده عدى عليا ازاي يا غالي. عارفه يا بنت، عارفه، عارفه ان الواحد لما يشتغل شغلانه ما يطيقش العمى ولا يطيقها. المهم راضي ده كويس يعني، راجل كويس؟ هو انا لحقت يا غاليه؟ ده هو يوم واحد عمى، معرفش يعني. انا قلت اكيد يعني شفتيه وهو بيعمل الواطي. لا، ما انا ما لحقتش، بس انا بعد كده هجيب لك الاخبار اول باول. انا بعد كده هركز. الشغلانه